كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيم وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي يسود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيم وعود ترنيم وعود ترنيم وعود ترنيم وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ترنيم وعود، واليوم حلقتنا مختلفة شوي، رح أجاوب فيها على سؤال ورح نسمع ترنيمة انطلبت برضو عشان شخص حابب يعزفها على العود. هي ترنيمة يا سائح للقاء يسوع، والترنيمة أنا بحبها كتير لأنه مفاهيمها بتساعدنا أنه نعيش حياة مسيحية صحيحة. لما بعرف أنه أنا سائح، يعني سائح يعني راجع وطني، يعني هالوطن هالحياة اللي احنا عايشينها مؤقتة جدا وقصيرة جدا، والكتاب بيقول الوقت مقصر. فلو بتسمعني اليوم وبتسمع هالحكي يمكن لأول مرة أو سمعته كتير، أرجوك وأرجوكي ما تمشي وما تمر مرور الكرام. الحياة قصيرة وكلنا كلنا سواح، ويوم من الأيام رح نلاقي الديان، ويوم من الأيام رح يكون لنا مصير أبدي. اختار اختاري مصيرك. اللي ماشي مع يسوع له ضمان، هو قال هو ضامن حياتك الأبدية، ولاده ولنا ميراث في مجده وحياة أبدية معه. بصلي تكون كل واحد وكل واحدة فينا اليوم جاهزين، وجاهزين كما سائح، مش في أمتعة سفرك لكن فيما في قلبك تاخده معك للسماء يوم من الأيام وتقابل فيه يسوع. تعالوا نسمع الترنيمة وبعدين أجاوب سؤال التقسيم. ترنيمة وعود. مقام الترنيمة هو رصد، وأنا اخترت رصد الدو عشان طبقة بتناسب الصوت وواطية مريحة للصوت. رصد الدو طريق ألمات
اذكر من في حبك مات، اذكر من في حبك مات، اذكر من في حبك مات، وان كان في الطريق ألمات، اذكر من في حبك مات. رح يعد لك مكان مشغول بيك بقاله زمان، قلبه متشوق إليك، ساعدك لو لقاك سهران، ساعدك لو يجي ويلقاك سهران، ساعدك لو لقاك سهران، قلبه متشوق إليك، ساعدك لو لقاك سهران. فرح وصوت التهليل حفلة عظيمة على الساحات، والسهران يلبس إكليل، والسهران يلبس إكليل، والسهران يلبس إكليل، حفلة عظيمة على السحاب، والسهران يلبس إكليل. يا وديعة المسيح، يا سكنة وسط الصخور، لا تخافي من الخطر، حاميكي صخر الدهور، حاميكي صخر الدهور، حاميكي صخر الدهور، لا تخافي من خطر، حاميكي صخر الدهور. امين. ترنيمة وعود. والسؤال اللي بنسأله دايما، شو هو التقسيم وكيف بينعمل التقسيم؟ وهل في قواعد؟ وشو بتعمل وانت بتقسم؟ شو بتفكر؟ كيف بتألف؟ شو بتعمل؟ ففكرة التقسيم فكرة بسيطة جدا جدا، تطبيق والتقسيم أصعب من الفكرة نفسها، لكن اللي عنده الفكرة بنميها وبطورها. وأنا في بداية تعليمي للتقسيم برضو ما بدعيش إنه أنا من اللي بيقسمه، يعني أنا بسمع تقسيم كتير حلو ونفسي مثلك ومثلك أتعلم برضو، وكل يوم بحاول أتعلم جمل. التقسيم تأليف، زي ما بتمسك قلم وبتكتب، وإذا عندك مخزون لغوي رح تكتب أحلى، وكل ما صار مخزونك اللغوي أعلى وأعلى رح تكتب أعمق وأحلى وأقرب لقلب اللي بيقرأ. ونفس الشيء التقسيم، أنا بسمع جمل في الترانيم وفي الموسيقى العالمية والعربية، فبخزن جمل بجمل بتعجبني أكتر من جمل، فبصير عندي مخزون فوكابيولري من الموسيقى من الألحان. هالمخزون تستعمله في التأليف لما بتكون بتألف ترنيمة أو بتعمل تقسيم، هو تأليف، لكن في التقسيم هو عرض مقام معين. فعلى سبيل المثال لو إحنا في مقام رصد الدو، فنوتة الدو البدائية بنعتبرها البيت أو الهوم أو الكي أو ارتكاز المقام.
لازم دايما ترجع له وتوضح المقام اللي انت فيه، وخاصة في القفلة ترجع لآخر ثلاث نوتات في المقام عشان توضح المقام اللي انت فيه. فمثلا أنا في بيتي في مقام الدو، أول ما بيبدأ الطفل يتعلم بيبدأ يمشي خطوات بسيطة، فبطلع للنوت الثانية، بطلع للبيت اللي جنب بيتي أو البيت اللي بعده. خلينا ناخد النوت الأولى، وبرجع بقدر أمشي أكتر، بطلع النوت اللي بعدها واللي بعدها، لغاية ما أطلع على سبع نوتات وأغطي الأكتف كله. بس طبعا لو أنا بعزف النوتات في الطريقة هاي بطلع النوت الأولى والثانية والثالثة والرابعة في طريقة ملاحظة جدا وتكرارية، حتبقى التقسيمة مملة. هل حالة سيكون اسمها تقسيمة؟ طبعا تقسيمة، أي improvisation، أي عزف منفرد هو تقسيمة، لكن اللي بيميز تقسيمة عن تقسيمة نوعية النوت المستعملة وطريقة العازف في عزف هذه النوت. راح استعمل نفس الفكرة لكن في رجوعي للمقام للبيت، أحاول أغير شوي، أقف عن نوتي أكتر شوي عشان يعني أعمل نوع من التغيير عشان ما يكونش في ملل في التقسيم نفسها. بتمنى تكون هالأشياء ساعدت شوي بتوضيح شوي من المفاهيم. في قواعد للتقسيم وفي أشياء متعارف عليها، لكن ببساطة هاي معنى التقسيم. بترككم برعاية المسيح لغاية ما أشوفكم المرة الجاي. سلام المسيح يكون معاكم ودوم فيكم.